السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناة مفتاح حياة. اليوم سنتحدث عن فوائد الخيار للبشرة. الخيار يجدد البشرة ويحسن الأنسجة الضامة فيها ويحافظ على مرونتها ويكافح التجاعيد فيها ويشدها ويحافظ عليها رطبة ومتوهجة وصافية وأصغر سنا، بالإضافة للتقليل من الهالات السوداء تحت العينين وهو مناسب للبشرة الجافة والدهنية كذلك. وسيتم ذكر مزيد من فوائده وبعض طرق تطبيقه على الوجه في هذا الفيديو. التخلص من اسمرار البشرة. الاسمرار الناتج عن الشمس يجعل لون البشرة داكنا، ولأن الخيار يحتوي على خصائص قابضة فإنه يخلص البشرة من هذا الاسمرار، كما إنه يحتوي على خصائص تبييض تفتح لون البشرة وتضيف إليها الشباب والتوهج. ويمكن الاستفادة من هذه الفائدة حسب الطريقة الآتية: المكونات: عصير الخيار. طريقة التحضير: بعد بشر الخيار يوضع في قطعة نظيفة من القماش ويحصل لاستخراج العصير منه، بعد ذلك يطبق العصير على البشرة. تهدئة حروق الشمس. الخيار يشفي البشرة من حروق الشمس، وهذه إحدى الطرق الطبيعية لإخراج الحرارة الكامنة من الجسم، وذلك من خلال هذه الطريقة. المكونات: شرائح من الخيار أو خيار مهروس. طريقة التحضير: يتم تطبيق الخيار أو شرائحه بعناية وسخاء على المنطقة المصابة وتركها لفترة طويلة وفقا للرغبة. ضبط الانتفاخ تحت العينين. يحتوي الخيار على حمض الاسكوربيك الذي يقلل من معدل احتباس الماء، مما يقلل هذا من التورم والانتفاخ حول العينين ويساعد على الاسترخاء ويرطب العينين كذلك، وذلك حسب الطريقة الآتية. المكونات: شرائح مبردة من الخيار. طريقة التحضير: تضع شرائح الخيار على الجفون المغلقة وفقا للمدة المرغوبة فيها، يقرر العلاج يوميا. تجديد البشرة. الاستخدام الأكثر شيوعا للخيار هو تحسين وتجديد شباب البشرة، فعند تطبيق هذا القناع سوف تتحسن صحة البشرة بالإضافة إلى التوهج لأنه قابض معتدل ويحتوي على الكثير من الماء. وطريقته هي: المكونات: عصير خيار، قطرات قليلة من عصير الليمون. طريقة التحضير: يمزج عصير الخيار مع عصير الليمون ثم يطبق الخليط كقناع على الوجه، بعد ذلك يترك لبعض الوقت، ثم تستخدم منشفة مبللة لتكثيف البشرة بالطبطبة. التخلص من المسامات المفتوحة. الخيار مبرد للبشرة لأنه يمتص الحرارة، مما يجعله علاجا فعالا للمسامات المفتوحة. وطريقته هي: عصير خيار، خل التفاح اختياري، لب الطماطم اختياري، هلام الصبار اختياري. طريقة التحضير: يعصر الخيار في الخلاط الكهربائي ويطبق على البشرة مثل التونر، ويمكن مزج عصير الخيار مع خل التفاح ولب الطماطم وهلام الصبار لجعله أكثر فاعلية. التقليل من الهالات السوداء. الخيار غني بالمضادات الأكسدة والسيليكا، لذلك يعمل ببطء على تلاشي الهالات السوداء. وبالرغم من أنه لا يمكن علاج الهالات السوداء بشكل دائم، لكنه يجعلها أفتح بشكل مؤقت، لأن البشرة تحت العينين غالبا ما يتغير لونها، والخيار يريح الأوعية الدموية تحت العينين مما يعود اللون الطبيعي لبشرتها. وطريقته هي: شرائح من الخيار. طريقة التحضير: تقع شرائحتين من الخيار على عينين وتترك لمدة 20 دقيقة.